أنا. أنت أم وائل؟ أكيد أكيد أم وائل. شو بدي أكون أم مين؟ كان عمره 8 أيام. 8 أيام. كيف قررتوا إنه تروحوا على الميتم وتتبنوا؟ لأن إحنا من قبل ما نتجوز كنا نقول دايماً إنه إذا الله ما طعمنا أولاد بدنا نتبنى. كان في اتفاق مسبق. مسبق بأربع سنين من قبل الجاز. والله ما طعمكم. والله ما طعم. بعد كم سنة زواج رحتي على الميتم؟ شي 5 سنين ونص. وقبل بليلة شو قلتوا؟ قلتي له لنضال؟ قلت له بدي انزل قدم. قال لي اوكي. ونزلتوا؟ نزلت وحدي قدمت. و شي مرقت شي جمعة وبدقوا لنا إنه في ولد. ونزلنا وطلع لنا وائل. لما شفتي واو. صرنا نبكي أنا وجوزي. شو بدنا نعمل بخصوص شو وقت شفته شو لون؟ نو ما عندي أي مشكلة. حتى بيو ما عنده أي مشكلة. أخذتوا حضنتوا شو عملتي؟ بوصفي لي. عملنا سهرة. عملنا سهرة وكل العائلة اجت. مين سمي وائل؟ ابن اختي. أنت قررتي تخبري؟ خبرتي قصة كثير حلوة كرمال تقولي له أنت. وين؟ شو قلتي له؟ قد كان عمره؟ كان عمره بالسنتين ونص تقريبا. 3 سنين قال له. اوكي شو صار؟ صار في شيء؟ كانت مرت خيي مستقيمة ومبينة عم بيسألني إنه شو في ببطونة؟ قلت له بيبي. قال مثل ولد أختي ولد خالتي. قلت له أنا إيه؟ قال له أنا؟ قلت له لا. قلت له لا مش مثل ولد خالتك. قلت له نحن كان يسوع زعلان منا. يسوع كان زعلان. يسوع كان زعلان منا وما أعطينا بيبي وبقى نزلنا على المؤسسة وطلبنا وقعدتوا فرجونا بيبي حلو أسمراني وحبيناه وأخذناه وسميناه وائل. يعمل إيه؟ أنا. وهيك وكل ما يسألني إنه إيه ضلنا عزة الحديث. كريستين كنتي تحتاطي بالمدرسة جنبي الريماركس والملاحظات أي شيء ممكن يأذي أو يجرح له شعوره؟ لا لا أبدا. بتبعتيه على المدرسة هيك مناعة الحياة ما ترجع على البيت عم تبكي أهم شيء. إيه they were tough on me على فكرة. كانوا قاسيين علي بطريقة لقووني عرفت؟ ما كان عندها تفرجيني إنه لا لازم نشفق عليه أم لازم نعامله بطريقة غير ما بنعامل الأولاد التانيين. لا لا ولا شيء أبدا. شو كان يصير معي شيء تقعد تقول لي هيك 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 هيك. كريستين أيمتى حسيت إنه هيدا ابني عن جد؟ تاني يوم. تاني يوم. بعد لحظة 8 أيام يعني نوفون يعني بعده حديث الولادة يعني عجينة يعني زغطور يعني كثير صغير. حتى السرة كان بعدها. حتى كانت السرة بعدها على 10 يوم نزلت. وائل انت ضليتك تنزل تزور الميتم لعمر 11 12 سنة. 12 سنة. ليه كنت تنزل؟ انا حبيت. بدك تسألها؟ انا ما بعرف لهلا ما بعرف. هيدا بيته الاساسي بيعرف حاله من وين اجى.